Bravo, bravo, Tassi. فيليستاسيون الحسنية وتحية للجمهور ديالنا. واحنا خمسة واش بلا خمسة واحنا خمسة واش بلا خمسة واحنا خمسة واش بلا خمسة واحنا خمسة واش بلا خمسة. يعني أن جميع مكونات فريق حسن أكادير بهذا الانتصار هذا، يعني كنقول انتصار ولكن لا كاليفيكاسيون باقي كيتسنى واحد 90 دقيقة في أكادير، وخدينا دروس من بعد المقابلات بلا ما نجبدوهم اللي يمكن خصنا نستافدوا منهم وناخذوهم كدرس، لأن لا كاليفيكاسيون باقي حنا ما كاينش ثقة في كرة القدم، سافو دير أننا ناخذ الأمور بواحد لو سيريو كبير بزاف، في نفس الوقت الجمهور حتى هو يكون مسؤول في هذا الجانب هذا، ولهذا نتمنى إن شاء الله في المقابلة ديال الإياب نديرو لا كونفيرماسيون نديرو لا كاليفيكاسيون يكون تأهل تاريخي للمجموعة ولينا حنا كلنا. وكنشكر اللاعبين جزيل الشكر العمل اللي قاموا به اليوم، لان في الوقت اللي كيكونوا لا كناخذوا الامور بواحد الجديه كبيره بزاف، والفريق ديالنا يعني كيبان وكيعطي واحد مستوى كبير، يعني النتيجه ما كتعكسش الخطوره ديال فريق الخصم، لان فريق الخصم شفناه ونبهنا اللاعبين وخدنا جميع الاحتياطات، والحمد لله كل اللاعبين يعني قاوموا بالدور ديالهم ويعني وقفوا كما كنقولوا فريق الخصم. حاولنا لنا ربع ساعة الأولى هي اللي كانت مفتاح ديال المقابلة، الحمد لله نجحنا فيها، وهنيئا نهارد لك لجميع اللاعبين وجميع المكونات ديال الفريق اللي ساندونا وجاو معنا، وكنشكر الرئيس حتى هو اللي يعني وفرنا الظروف ديال جيدة بزاف وخرجونا من كما كنقولوا من ديفيت اللي كانت في دوميسيل، وكتبقى لا ديفيت والدة كرة القدم، ولكن الحمد لله الحل الأهم وهو يعني كنقولوا الرجوع في يعني في واحد الوقت صغير وتحقيق نتيجه ايجابيه في المقابله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. فالنتيجه ديال اليوم فالحمد لله على هذه النتيجه هذه، فاللاعبين قدموا واحد الاداء اللي كان في المستوى، ما كناش صراحه كنتوقعوا هذه النتيجه ديال اليوم، لكن اللاعبين دخلوا بيان كونسونتر لهذه المقابله وكون عازمين باش يجيبوا نتيجه ايجابيه، الحمد لله على هذه النتيجه هذه. كنتمنى ان شاء الله في مباراه العوده امام الجماهير ديالنا اننا نسجلوا اهداف كثيره ان شاء الله، ونكونفيرميو التعاون ديالنا ونمشيو للدومي فينال، تكون اول مره في التاريخ ديال فريق حسن اكادير. شكرا لجميع مكونات فريق حسن اكادير، لا اللاعبين لا الطاقم الطبي ولا الطاقم الاداري، هذا الموسم هذا كنتمنى نمشيو لابعد نقطه عكس الموسم اللي فات، ومشكورين اللاعبين كم مره اخرى على المجهودات ديالهم ان شاء الله وتنمير النون. Content parce qu'on a on est sérieux, on a beaucoup concentré sur le match parce que on voulait aller en finale, inchallah faire la fête. Ouais, on doit faire la fête et tout ça. Et merci, je suis content avec mes coéquipiers. Vraiment, ils sont bien joués aujourd'hui. Je suis très content. Ouais, inchallah, on lâche rien du tout parce que on n'est pas encore qualifié parce que on a mené 5-0. On attend le retour à qualification à Akadir. Inch'Allah, on va gagner encore. Donc, Inch'Allah, Akadir, il y a une belle célébration. Oui, Inch'Allah. Un petit mot pour le public pour qu'il vienne à Akadir. Oui, vraiment, on voulait que le public, tout le public vienne à Akadir pour nous pousser, d'encourager encore ici. On est des équipes et tout ça. Oui, vraiment. كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم، كما شفتوا اليوم الدراري قاموا بالواجب اللي عليهم، الحمد لله الفوز هذا كان هدوء للجماهير ديالنا، وما نساوش ان مازال عندنا مباراه داخل المغرب اللي تخلينا اننا نلعبوها شيئا ما بعد ديال يحيى، رغم ان يعني مازال ما سيليناش، باقي لنا مباراه اخرى في المغرب اللي تخلينا نلعبوا شيئا ما بعد ارتياحيه كبيره. الحمد لله لاعبين مشكورين، لا طاقم تقني لا اداريين لا طاقم طبي، لاي واحد ساهم في هذا الفوز هذا، وكنشكروا الجماهير اللي حضرات معنا اللي لبات النداء وجات معنا وعانت شيئا ما في السفر، وكنهديهم هذا الفوز هذا، ولما لا ان شاء الله نهديهم كاليفيكاسيون لدور نصف النهائي. شكرا. توعد كنقول هذا هو الميساج اللي بغيت نقول لكم، مره اخرى كنشكركم بزاف على العمل اللي درتو، ولكن حاجه العمل اللي كدير ماشي هو صعيب، هو كيفاش نحافظوا على هذا سميتو على هذا الجو، ماشي انه درنا شحال، شوف
اون سيمين جبنا روسنا وبقينا مكونسونطري تصفقنا ذاك النهار الحد جاتنا ديك الضربه كلشي تصفق ولينا سيريو النتيجه مي ماشي الاهم كيفاش تحافظ على هذا سميتو لي زونطريمون ديالنا في كل شيء تاع الكره باين انك انتو ميم اور دو دونطريمون اور دو تيران كنتو مركزين وكنتو عطيت الامور بجد ديال كبير نتمنى ان شاء الله كونتينياسيون بالنسبه للبروغرام غنفطروا مع 3:30 وغنخرجوا مع هادشي اللي عندك 4 خاص تخرج من هنا هادي خي خايبه كاع بات هادشي كلشي كاع كلشي قلتي زوين Thank you.